هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة مثلت مرحلة تاريخية غيرت وجه البشرية وأسست لحياة أمة بأسرها رغم المعاناة والمشقة الكبيرة التي لاقاها سيد البشرية هو وأصحابه من قبل عتاولة الكفر والنفاق، لتكن سيرته العطرة بمثابة المنهاج المستقيم القائم على العدل والمساواة. في عام 570 من الميلاد شهدت الجزيرة العربية حدثا تاريخيا عظيما تمثل في إرسال الله سبحانه وتعالى طيورا أبابيل تربي جيش إبرهة الحبشي القادم لهدم بيت الله الحرام بمكة المكرمة بحجارة من سجيل، فأبت الفيلة في التقدم رابضة في مكانها ونال جيش إبرهة الحبشي ما نال، فللكعبة رب. تلك الحادثة الشهيرة المسماة بعام الفيل كانت تمهيداً لحدث أعظم وأجل شهدته الجزيرة العربية والعالم بأسره، تمثل في مولد سيد الخلق محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللحظة التاريخية اكتملت في 12 من ربيع الأول ولم يبقى وليسمع العالم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟ لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب. نار ذات لهب. أبت قريش وسادتها الدخول في دين الحق إلا القليل منهم، وكما هي عادة الكثير من الأعراب في الكفر والنفاق بدأوا يحيكون المؤامرات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد عذاب المشركين على المسلمين. من هو الأقوى؟ أحد. تكلم، سيدك أم ربك الأحد؟ أحد. وأتى الوحي الإلهي لرسول الله بهجرته والمسلمين إلى المدينة بعد فتح الصحابة اليمنيون من الأنصار أبواب المدينة المنورة لرسول الله وبيوتهم للمهاجرين من مكة بعد بيعة العقبة الثانية. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل، محمد سوف يقتل. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم باءت بالفشل، فقد نام ليلتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراش الرسول بينما انطلق الرسول وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المدينة التي كانت تتزين لاستقبال الحبيب المصطفى. ها هو الرسول، الله أكبر، الله أكبر، ها هو الرسول. هجرة تاريخية، فعلى أرض المدينة المنورة سيبنى أضخم مشروع في التاريخ، إنه مشروع إقامة الحضارة الإسلامية. وتوالت بعدها الغزوات، وفي السنة الخامسة من الهجرة اشتد حصار الكفار للمسلمين في المدينة في غزوة الأحزاب ضمن تحالف بلغ قوامه 10,000 مقاتل من الأعراب ومعهم اليهود من بني قريظة.
تصدى لهم المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أيدهم الله بإرسال ريح شديدة أجبرت الأحزاب على الانسحاب. استمر الكفر في محاربة الله ورسوله حتى توقيع وثيقة صلح الحديبية في السنة 6 من الهجرة مع المشركين، إلا أن قريشا نقضت الصلح، وهو ما دفع الرسول لتجهيز جيش المسلمين البالغ عددهم 10,000 مقاتل لفتح مكة، دخلوها من 4 جهات. لم تقوى قريش على صدهم، فكان فتحا عظيما تكسرت على أيدي المسلمين أوثان الشرك والباطل في معركة الحق. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وما كان من رسول الله الكريم الرحيم إلا أن أسطر عفوا بشأن أهل مكة، مجسدا بذلك قيم الإسلام وتعاليمه. وبعودة النبي والمسلمين إلى مكة توافدت الخلائق للدخول في دين الإسلام أفواجا.